وظيفة النشاط التسويقي: نشاط التسويق يشمل القيام بالأنشطة التالية: 1- تحليل الحالة للمنشأة والذي يشمل تحليل البيئة الداخلية، تحليل البيئة الخارجية، 2- تحديد الأهداف التسويقية وإعداد الخطة التسويقية للوصول للقطاع المستهدف، 3- تطوير المزيج التسويقي المناسب للسوق المستهدف. المتمثل في المنتج والسعر وقنوات التوزيع والترويج. 4. دراسة مرحلة ما بعد البيع، وتحديد فيما إذا تم إشباع حاجات العملاء. 5. دراسة إمكانية التطوير وتغيير المزيج التسويقي لتحقيق درجات أعلى من الإشباع لحاجات العملاء. 6. تقييم مدى تحقيق الأهداف التسويقية. 7. تطوير الاداء التسويقي للموظفين وبالتالي تطوير المزيج التسويقي الذي يقدم للسوق او العملاء